طارق سكيتيوي مدرب المنتخب 23 الجديد تاع عصام الشرعي. صراحه عصام الشرعي دان كاس افريقيا 23، ولكن كان ناقص شويه في مباراه الوديه، بان ناقص عليها يمكن حيدوه. طارق سكيتيوي زوين بزاف، كنا باغيين يبقى في الماس حتى حنا فواسه، حيت هو اللي كان ديك الشمعه اللي مضويه على المغرب الفاسي. زيد المشاكل اللي عندها، ما كتريني ما والو في الملعب ديالها كيتصلاح، وفيها بزاف المشاكل ما كيتخلصوش لعيبي. كان هو داك الشمعه اللي شاعله، دابا زادوا طفاوها. ولكن بغيوها المغرب، بغيوها المنتخب. شرفنا المنتخب في اولمبياد باريس، صراحه بغيناهم يجيبوا لنا داك اللقب، ولا جابوه هو نفرحوا اكثر. شاهدنا الله.